كنت أعرفها من قبل. ابحث عنه في جوجل. نستخدم هذه العبارة يوميا دون أن ندرك القيمة الفعلية التي يقدمها لنا مثل هذا المتصفح البسيط، بدءا من المنتجات والخدمات المجانية وصولا إلى العديد من الحيل المذهلة التي يمكنك الاستمتاع بها. صدقني إنه أكثر من مجرد محرك بحث. إذا كنت تتصفح الإنترنت عبر متصفح جوجل، فجرب استخدام جوجل تيك أوت. إنها حيلة مجانية تتيح لك الاطلاع على ما يعرف عملاق البحث هذا عنك، ولكن انتبه، إذا كان لديك أكثر من حساب على جوجل، سيتوجب عليك تسجيل الخروج منها جميعاً ومن ثم اللوج إلى كل منها على حدة. والآن إذا كنت تريد استخدام جوجل بفاعلية أكثر والحصول على نتائج البحث التي تريدها أسرع من ذي قبل، فتابع مشاهدة هذا المقطع. أولاً، خاصية البحث المتقدم من جوجل. يعرف الجميع كيفية إجراء بحث منتظم على جوجل، ولكن يفضل الباحثون المهرة استخدام خاصية البحث المتقدم من جوجل، مما يساعدهم على تحسين نتائجهم. يمكنك العثور على مواقع الويب عن طريق تحديد بعض الكلمات والعبارات الدقيقة، الأرقام واللغات أو حتى المناطق. أثناء محاولات البحث الأولى، انقر فوق الإعدادات وابحث أدناه في القائمة الرئيسية عن عبارة البحث المتقدم. ستجد مجالات متعددة للبحث ستساعدك على تصفية نتائج عمليات البحث بطرق مختلفة. إذا لم تتمكن من العثور على شيء ما في الموقع الذي تبحث فيه بسبب قصور في وظيفة البحث الخاصة بالموقع، فيمكنك استخدام خاصية البحث المتقدم من جوجل، حيث يمكنك البحث حسب الموقع أو المجال. فيما يتعلق بالوسائط، يمكنك البحث حسب حجم الصورة أو نسبة العرض إلى الارتفاع أو اللون. يمكنك أيضا البحث حسب الموقع أو حتى تصفية النتائج حسب حقوق الاستخدام. ثانيا، خبايا طرق البحث المنتظم. إذا لم تكن بحاجة لاستخدام خاصية البحث المتقدم، يمكنك استخدام العديد من الاختصارات لعمليات البحث المنتظم. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن شيء دقيق، فأضف علامات اقتباس للكلمة أو العبارة بهذا الشكل. هل تريد استبعاد كلمة ما من عملية البحث؟ فقد ضع علامة الطرح أمام الكلمة التي لا تريدها، وأضف علامة الجمع أمام أي كلمة تريد إبرازها في النتائج. يمكنك أيضا البحث عن الموقع الذي تريده مباشرة عن طريق وضع كلمة موقع أو سايت أمام عنوان الـ URL، ثم المتابعة باستخدام مصطلح البحث. ضع رمز آت أمام أي عبارة للبحث عنها في وسائل التواصل الاجتماعية، أو أضف رمز الشباك أمامها للبحث عنها في الهاشتاجات. استخدم رمز النجمة بدلا من الكلمة التي لا تعرفها. يمكنك أيضا البحث ضمن مجموعة من الأرقام بهذا الشكل. ثالثا، أرشيف جوجل للصحف الورقية. هل تعلم أن جوجل لديها أرشيف بحث للصحف يضم نسخا من الصحف الورقية التي يعود تاريخها إلى القرن 19؟ يوفر هذا الأرشيف ثروة من الصحف التاريخية الرقمية على الإنترنت، والمفاجأة أن العديد منها مجانية. قامت جوجل بحفظ آلاف الصحف كملفات PDF ممسوحة ضوئيا، يعود الكثير منها إلى الثورة الأمريكية. المدهش في الأمر أن هذه الصحف متاحة بالعديد من اللغات. رابعا، الاطلاع على آخر المستجدات. هل تريد إلقاء نظرة سريعة على طقس اليوم؟ اكتب في محرك البحث كلمة طقس، وستحصل على توقعات يومية مفصلة بالإضافة إلى توقعات للأيام القادمة. يمكنك أيضا كتابة الطقس في أتلانتا أو أي نقطة أخرى على الخريطة، وستتلقى تحديثا مفصلا للأرصاد الجوية هناك. الشيء نفسه ينطبق على فحص حركة المرور أو معرفة أوقات عرض أفلامك المفضلة أو حتى مؤشرات البورصة المحلية والعالمية. خامسا، تتبع الحجوزات الخاصة بك. إذا كانت لديك أي حجوزات طيران أو حجوزات عشاء عبر الجيميل، فيمكنك عرض هذه المعلومات عبر جوجل أيضا. ما عليك سوى كتابة حجزي بالعربية أو الإنجليزية، وستظهر لك أي معلومات متعلقة بتلك الحجوزات طالما أنك سجلت الدخول إلى حسابك بالفعل. ونظرا لأنها معلوماتك الشخصية، فستكون أنت الوحيد الذي يمكنه رؤية هذه النتائج. مع ذلك، قد ترغب في مراجعة إعدادات الخصوصية للتأكد من أنك لا تشارك المعلومات التي تفضل الاحتفاظ بها مع أحدهم. سادسا، المساعدة في فقدان الوزن واتباع نظام صحي. يساعدك جوجل في فقدان الوزن واتباع نظام صحي عن طريق حساب عدد السعرات الحرارية التي تحتوي عليها الأطعمة التي تتناولها. اكتب على سبيل المثال كم عدد السعرات الحرارية في التفاح،
وستظهر النتائج أمامك مباشرة. ستجد بيانات تقديرية وفقاً لكمية الطعام، وفي بعض الحالات قد تجد عدد السعرات الحرارية لمنتجات علامات تجارية محددة. سابعاً، خاصية التذكير. إذا كنت أحد أولئك الذين يعانون من مشكلة النسيان، فيمكن لجوجل أن يساعدك كي تتذكر الأحداث أو المهام التي ترغب في القيام بها، حيث يمكنك إضافة التذكيرات في تقويم جوجل مع تحديد اليوم والوقت الذي تريده، وستستمر التذكيرات في الظهور في الموعد الذي اخترته إلى أن تضع عليها علامة تم. لا تقلق، التذكيرات التابعة لك خاصة ولا يمكن مشاركتها مع أي شخص آخر. ثامناً، البحث عن مناطق الجذب المحلية. إذا كنت مسافراً هذا الصيف وتريد أن تعرف المعالم والأماكن التي قد تثير اهتمامك، فيمكنك استخدام خدعة بسيطة في محرك البحث جوجل لتتمكن من الذهاب إليها. ما عليك سوى كتابة اسم المدينة أو البلدة التي ستقوم بزيارتها، ثم أتبعها بكلمة الجذب السياحية. على سبيل المثال، يمكنك كتابة مناطق الجذب السياحية في ميلان. بهذه الطريقة سترى كل الأشياء التي لا يمكنك تفويتها أثناء إقامتك في هذا المكان. تاسعاً، تحويل العملات. كم تكلفة هذا المقال الذي تريد شراءه عبر الإنترنت؟ من خلال جوجل يمكنك معرفة فرق العملات ورؤية مؤشر تغيرها في الأيام الأخيرة. هذه الخاصية ستعود بالنفع على المسافرين والأشخاص الذين يتاجرون على الإنترنت. ينطبق الأمر ذاته على تحويل وحدات القياس أيضاً. عاشراً، الألعاب الممتعة. هل تعلم أن هناك بعض الألعاب المجانية والممتعة التي يمكنك لعبها فقط عن طريق إجراء عملية بحث بسيطة؟ اكتب في محرك البحث باكمان وسترى على الفور شاشة صغيرة مع رسالة أنقر للتشغيل، والآن ابدأ في اللعب. الآن جرب